تعتبر عواصف الغبار صوتاً مسلطاً فوق معالم الحياة في كثير من أرجاء عالمنا المعاصر. ولكي تتشكل تلك العواصف لابد من وجود الرياح وجزيئات الأتربة. نتفحص كنها عواصف الغبار وماهيتها. يمكن الحديث عن عاصفة غبار عندما تكون الرؤية قصيرة المدى. كيف إذن ساهمت الأفعال البشرية في تأجيج هذا الواقع؟ سوف نسلط الضوء على منطقة الشرق الأوسط، وهي واحدة من أكثر المناطق حول العالم تأثراً بهذه الظاهرة. خلال موسم العواصف الغبارية تنتاب بعض المرضى نوبات حادة من الربو تستوجب دخولهم إلى المستشفى. سوف ننظر كذلك في المساعدة التي توفرها الناسا في تعقب عواصف الغبار، وهي تجتاح مساحات من الكرة الأرضية. يمكن للغبار أن يرتفع إلى علو 3 أو 4 أميال قبل أن تحمله الرياح من مكان إلى آخر. وقد تصل كميات الأتربة والغبائر التي تنقلها الرياح في أجواء الكرة الأرضية عبر المسافات ما بين 2,000,000 و5,000,000 طن سنوياً. ولكن الغبار ليس بالضرورة شيئاً مضراً على الدوام، فما زال العلماء يبحثون في تأثير الغبار الذي يعبر المحيط ما بين أفريقيا وفلوريدا. فاعتقادي أن مجرد معاينتنا لهذه الآثار يشكل أمراً مثيراً للاهتمام. يستمد عدد كبير من النباتات في بعض الغابات الاستوائية الغذاء والأسمدة من الغبار. يقوم بعض العلماء بأبحاث طليعية لاكتشاف سبل جديدة لمعالجة عواصف الغبار. بإمكان نبتة كهذه تخفيض الآثار السلبية للغبار، بينما توفر التكنولوجيا للجميع نافذة على التوقعات اليومية لحركة واحتمالات عواصف الغبار. هذا النظام يقدم إنذاراً مبكراً لعواصف الغبار والرمال وتحليلاً لتلك الظواهر في مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. مع تفاقم حدة المناخ العالمي ينبه العلماء إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة خصوصاً في حالات عواصف الغبار. إنها أكبر مسبب للوفيات، فهي تحتل المرتبة الأولى بين الأمراض غير المعدية التي نسعى لعلاجها اليوم. فإذا كانت تلك العواصف في طريقها إليك، عليك أن تسأل هل ستسبب لك الاختناق؟ تشكل عواصف الغبار مصدر جزع وخطورة، فقد تهب فجأة من دون سابق إنذار، متسببة بشلل كلي في حركة النقل ومعرقلة مجريات الحياة اليومية، وتحمل بدورها الأوبئة التي قد ينتج بعضها وفاة. تتواجد الرمال والغبائر عادة في المناطق الجافة حول العالم، ولكن الصحارى تبقى المصدر الأول لها. منطقة الصحراء تعتبر مصدراً لحوالي نصف كميات الغبار فوق سطح الكرة الأرضية. أحد أسباب تجمعها هناك هو أن تلك المنطقة جافة للغاية، ففيها رياح قوية، ولكنها أيضاً موقع لبحيرة قديمة كانت هناك عندما كانت المنطقة أكثر غناً بالمياه. المواد المترسبة فوق ما كان يوماً قاعاً لتلك البحيرة من الطمي وجسيمات السيليكون المؤكسد، وهي طحالب مجهرية تبعثرها الرياح عالياً في الجو عبر مسافات شاسعة. يحيط بتلك الصحراء التي تشكل مصدراً رئيساً للعواصف الرملية وعواصف الغبار عدد من الدول إلى الشمال والجنوب وكذلك الشرق. فنتحدث عن العراق وإيران وسوريا والكويت، كما دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى والسعودية. وإذا ما نظرنا شرقاً نرى دول ستان، أي أفغانستان وتركمانستان، وهي في موقع أكثر حرجاً لأنها تتأثر من جهتين. فكأن هناك مجموعة كبيرة من الدول ذات ريشة طويلة تمتد من أقاص الغرب في الصحراء وحتى الصين شرقا. تهب الرياح المحملة بالغبار حول العالم منذ آلاف السنين، وتعتبر عواصف الغبار ظاهرة طبيعية، غير أن العالم أصبح أكثر احتراراً وجفافة. ويرى العلماء أدلة واضحة على أن الأنشطة البشرية تساهم في زيادة عواصف الغبار سوءاً.
العلوم التي تعنى بعواصف الغبار مثيرة للدهشة. نعتقد أنه بالإمكان رد أسباب ما بين 20 و25% منها إلى النشاط البشري، أو ما نعرفه بمتزامنة تجويف الغبار التي ترتبط بسوء العناية بالأرض. فقد تتحول الأتربة السطحية إلى ضباب كجزيئات من الهباء الجوي التي لا تحتاج كبير طاقة لرفعها في الجو ونقلها لآلاف الكيلومترات. Clouds, rolling seas of anger move across vast territories and drop their tragic burden of burning dust. في عام 1930 عانت الولايات المتحدة الأمريكية من ظاهرة تجويف الغبار وتحولت إلى مأساة. تجويف الغبار الأمريكي مثال شهير على الكوارث الناتجة عن أفعال بشرية. ففي عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي كانت المحاصيل الزراعية هناك تجنى من مزارع تم استحداثها فوق أراض كانت مروجاً عشبية، ولكن الجفاف والمبالغة في النشاط الزراعي في أتربة فقيرة أصلاً أدت جميعاً إلى تراجع تلك المحاصيل سنة تلو أخرى. ومع اضمحلال النباتات تبعثرت أطنان الأتربة في الجو مسببة عواصف خانقة استمرت سحابة أيام عديدة. كيف حدث ذلك؟ ظن الناس أن امتداد فترات المطر غير المعتاد سوف يؤمن الماء بوفرة، فقاموا بحراثة الأراضي عشوائيا آملين أن يتبع ذلك هطول الأمطار حاملة مياه الري. كان هذا الاعتقاد السائد، وقد نتج تجويف الغبار بصورة أولية عن تراجع منسوب الأمطار في تلك المناطق، بينما كان الإقبال البشري عليها يتزايد بغية مزاولة الزراعة، فكانوا يجردون سطح الأرض من نباتاتها الأصيلة بغية تحويلها إلى مزارع ثم يتركونها مكشوفة لعناصر الطبيعة. بسبب تفاقم آفة عواصف الغبار أصدر الكونغرس الأمريكي قانوناً سنة 1935 يحظر ذلك النوع من النشاط الزراعي. وما كان تراجع حدة عواصف الغبار مع مرور الزمن إلا بسبب عودة الأمطار من جديد. اتخذ الأمريكيون عدداً من الإجراءات من قبيل إنشاء أحزمة أمان وعوازل الرياح، ما ساهم في كبت عواصف الغبار منذ أربعينيات القرن الماضي، وهو ما يشير إلى إمكانية القيام بعمل ما إزاء ذلك إذا ما توفرت الإرادة والظروف الملائمة. كانت المزارع تهجر والناس يجبرون على مغادرة منازلهم إلى غير رجعة. تعتبر منطقة الشرق الأوسط اليوم الأكثر تأثراً بمفاعيل عواصف الغبار، فهي تقع في مسار الغبار والرمال التي تحملها رياح الصحراء، غير أن المنطقة ذاتها أصبحت بدورها مصدراً للغبار. فتراجع منسوب الأمطار مضافاً إلى الإسراف في استهلاك مياه الري يؤدي إلى جفاف خطير للتربة. لما لا تسبب الرياح عواصف غبار في أي وقت كان؟ لأنه عندما يكون هناك أتربة رطبة يشكل البلل لاصقاً يحفظ جزيئات الغبار متماسكة متراصة فلا تقوى على حملها الرياح، وحالما نخسر تلك الرطوبة نفقد اللاصق الذي يجمع بين تلك الجزيئات فيسهل بعد ذلك حملها في مهب الريح. إذن عندما يجتمع الجفاف والريح وانعدام الرطوبة تحدث العواصف الغبارية. اليوم لدينا سجلات تبين قياس تكثف الأبخرة ورطوبة الأرض على مدى 30 سنة. الخرائط إلى اليسار تظهر الجفاف استناداً إلى قياس منسوب الأمطار عبر منطقة الشرق الأوسط، والخرائط التي إلى اليمين تبين نسبة رطوبة الأتربة. اللون الأزرق يشير إلى ارتفاع الرطوبة فوق المعدل، ونرى أن النسبة السنوية لتكثيف الأبخرة وترطيب الأتربة قد تراجعت. في المقابل زادت عواصف الغبار. نلاحظ ارتفاعا في وتيرة عواصف الغبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك اضمحلال الموارد المائية. يشكل التدخل البشري سببا رئيسيا في تراجع كميات المياه. قبل 30 عاما كانت هذه حال منطقة الأهوار جنوبي العراق،
حيث كانت تمتد على مساحة 15,000 كيلومترا مربعا بين نهري دجلة والفرات. ولكن الرئيس العراقي السابق صدام حسين قام بتجفيف تلك المستنقعات، ورغم إعادة تعويمها إلا أنها اليوم مهددة من جديد بتحويل المياه عنها في سبيل الري وقطاع استخراج النفط. تظهر هذه الخرائط الجوية التجفيف التدريجي للأراضي على مدى السنوات 15 الماضية. وتعتبر حكومات الدول حول العالم السيطرة على المياه مفتاحاً للنمو والازدهار، فيما تسابقت دول الشرق الأوسط إلى وضع البرامج الطموحة لإقامة السدود وشبكات توزيع مياه الشرب ومياه الري، بالإضافة إلى الطاقة الهيدروكهربائية. فقد أقامت إيران وحدها أكثر من 500 سد مائي. كانت إيران في فترة ما بعد ثورة عام 79 واحدة من أكبر بناة السدود في العالم. في البداية كان ذلك رمزا للعظمة والقرار المستقل وللنمو، وكان الجميع فخورا بذلك. لكن بعد وقت قصير أصبحنا نرى إيران وقد تحولت إلى بلد يتخبط في أزمة مياه شديدة. تعتبر تركيا أكبر بناة السدود المائية في المنطقة، فقد كان لديها مشروع هائل بعيد المدى لاستغلال نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من أراضيها ويعبران أرض كل من سوريا والعراق جنوبا. سد أتاتورك الذي أنجز سنة 1992 وهو محط اعتزاز وطني كبير للأتراك، واحد من أكبر السدود في العالم، يقوم بتحويل ثلث المياه التي تجري في حوضه من نهر دجلة لمشاريع الري. أما آخر المشاريع التركية فهو سد إليسو على مجرى نهر دجلة، ومن شأنه لدى إنجازه أن يغمر مدينة حسن كيف الأثرية بالكامل، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 12,000 سنة. وقد كان الناس في القدم يركبون مياه النهر انطلاقا منها في اتجاه نينوى والموصل وبابل. هناك اتفاقيات دولية تضمن لسوريا والعراق حدا أدنى من حصة كل منهما من المياه، غير أن حجم المياه المتدفقة في مجرى النهر آخذة في التراجع. تذهب غالبية تلك المياه نحو المشاريع الزراعية التي تنتج الغذاء في مناطق جافة، فكميات المياه التي لدينا في الشرق الأوسط تكفي للشرب واستخدامات النظافة، لكنها غير كافية للمزروعات أو اكتفاء المنطقة ذاتياً من المنتجات الغذائية. هذه مسألة لم تفهم بعد بشكل جيد في المنطقة. عندما تجف التربة وتستهلك الكثير من المياه وتهدر المياه، عليك أن تتوقع عقابا عسيرا يدعى عواصف الغبار، وهذا ما نعاقب به في منطقة الشرق الأوسط، لأننا لا نستخدم مياهنا بإتقان ولأننا نخسر الرطوبة من التربة. أحد الأمثلة على عواقب سوء استخدام المياه بحيرة أورميا في إيران، فهي الأضخم في الشرق الأوسط وكانت مصدر حياة للحياة البرية ومجلباً للسياح. ولكونها تفتقر إلى مسرب خارجي، تضاعفت ملوحة مياهها لمستويات فاقت ملوحة مياه المحيطات. منذ تقنين نسبة المياه المتدفقة إليها بفعل السدود، تقلصت مساحة حوض بحيرة أورميا بشكل دراماتيكي. تشكل بحيرة أورميا مثالاً صارخاً على المآسي البيئية التي يصنعها البشر. كان التفكير السائد حينها يميل إلى حسر مياه الأنهار واستغلالها في ري المزروعات وتسخيرها لأهداف جيدة، بدل أن تستقر في بحيرة مياهها راكدة ومالحة ولا تصلح لشيء. رب قائل: دعنا نستخدم تلك المياه في الزراعة وفي تغذية المناطق الآهلة. لكن حجم البحيرة اضمحل وتراكمت الأملاح فوق الضفاف التي انحسرت عنها المياه، فأصبحت تحملها الرياح لتحولها إلى كارثة بيئية كبرى تعاني منها المنطقة بأسرها. وهذا ما يستدعي الآن رصد استثمارات ضخمة لإعادة البحيرة إلى سابق عهدها. سابقاً
السفالة المترسبة تكون على شكل أتربة دقيقة، ما أن تجف حتى تصبح سهلة النقل في الفضاء. فعدد من أكثر المناطق المغبرة فوق كوكبنا يكون وراءها عادة بحيرات جفت، كما هي حال بحيرة أوينز في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وهي لغاية اليوم المصدر الأول للغبار في أمريكا الشمالية. مثال آخر على مساهمة قاع البحيرات الجافة في انبعاث الغبار في الجو، بحيرة تشاد في شمال أفريقيا. فلدى وكالة ناسا سجلات مستقاة من الأقمار الصناعية تظهر الانحصار المضطرد لتلك البحيرة، والسبب في ذلك فترات زمنية حولت خلالها مياه الأنهار التي كانت تصب فيها لاستغلالها في ري المزروعات، فأصبح حوض بحيرة تشاد المصدر الأول للغبار في أفريقيا. الكويت مدينة تعيش تحت تهديد عواصف الغبار التي تصل إلى 21 عاصفة في السنة الواحدة. في فصل الصيف يكاد لا يمر يوم من دون أن يستنشق الناس الغبار في الهواء. تقع العاصمة الكويتية في مسار الرياح المحملة بالغبار التي تهب من الصحراء إلى الغرب، وكذلك رياح الشمال خلال الصيف الآتية من سوريا والعراق. إنها واحدة من أقل المدن حظاً، إذ تتقاطع عندها مسارات عواصف الغبار من كل اتجاه. فريق الأبحاث الذي يشرف عليه الدكتور علي الدوسري يعرف عبر تجاربه كل شيء عن الغبار. يتجمع الغبار على هياكل السيارات والنوافذ وفوق كل ما هو مسطح، حتى شرائح نظم إنتاج الطاقة الشمسية. لقد زادت كميات الغبار بالفعل، ففي 2005 على سبيل المثال بلغت 120 طنا في الكيلو متر المربع الواحد، وفي 2011 وصلت إلى 370 طنا في الكيلو متر المربع الواحد. استنشاق كل هذا الغبار يأتي بنتائج خطيرة. للغبائر آثار عظيمة على صحة الإنسان، فاستنشاقها أمر سيء للغاية مع ما تحمله من جزيئات السيليكون المؤكسد، وهي تنقل جسيمات مثيرة للحساسية بذورا وبكتيريا قادرة على التأثير إلى حد إيصال الفرد للمستشفى أو حتى الوفاة. الدكتور أحمد الخباز اختصاصي أمراض الحساسية واستشاري في عيادة الكويت للحساسية وأمراض الأطفال، يعاني غالبية مرضاه من آثار الغبار والتلوث الهوائي. آثار الغبار تطاول الأشخاص كافة بغض النظر عن استعدادهم الجيني. عندما تفكر في هواء الكويت تجده مليئاً بالغبار، إضافة إلى مكونات كيميائية أخرى آتية من قطاع النفط ومن التلوث المنبعث من عوادم السيارات. وفي الوقت عينه هناك غبار الطلع المحمول في الهواء، فإن شئت يمكنك القول إنه خليط من المكونات الكيميائية في الهواء. واحد من كل 5 كويتيين من سكان العاصمة يعاني من مرض الربو. يتعايش الناس مع هذا المرض على مدار السنة، إلا أن الأطباء يلاحظون ارتفاعا حادا في استقبال المستشفيات لتلك الحالات مع قدوم العواصف الغبارية. خلال موسم عواصف الغبار يزداد عدد المرضى الذين يزورون عيادتنا ضعف العدد المعتاد. بعضهم يعانون من نوبات حادة ويتطلبون عناية فائقة داخل المستشفى. مختار الخضر أحد سكان مدينة الكويت يعاني من الربو المرتبط بالغبار منذ 15 عاما. والله أنا فحصت عند الدكتور وهذا قال لي الأعراض هذه بالجو، وهو اللي يأثر علي بضيق تنفس، ما أقدر أتنفس، صوتي يطلع صوت، أحس بضيق تنفس يعني حاد يعني مو طبيعي. مثل ما تقول موسمية، تقول الحساسية موسمية، تقول ما يخالف هذا بالموسم. أنت لا، أنت على طول وياك شغال، إذا بدون العلاج ما تقدر، لأن عندك الشعب الهوائية تسكر وياك، لازم تأخذ علاج، لازم تأخذ علاج عشان تبطل وياك، ولا بتظل مسكرة وياك إذا ما تستعمل العلاج. أبو عبد الله كويتي يبلغ من العمر 45 عاما، وهو يعاني من الربو منذ طفولته. أنا المرض عندي يزيد من البيئة والجو ويتزايد، إذا يعني جاءت نسمات الغبار يتزايد معي المرض هذا اللي هو برونكا اسمه.
أتابع دائماً الأرصاد الجوية، وخاصة في فترة الصيف والشتاء، حتى لا ننسى أن الغبار مؤثر لمرض الربو، فأنا لازم أتابع حتى أخرج من البيت. إذا حبيت أخرج ما تجيني نوبة الربو، فهذه مهمة جدا عندي. ولكن الهرب من الغبار صعب جدا حتى ولو كنت في الداخل. خالد الأميري الذي يقطن المدينة يشرح ما يقوم به السكان لدرء الغبار وما يحمله والحيلولة دون دخوله المنازل. احنا الحين منطقة سكنية، واذا تشوفون البراحل يمنا تحسون كأنكم بصحراء. الحين بيتنا، فما قدرنا نسوي شيء غير ما نحط الحاجز اللي هنا، وهم جربنا نزرع زرع زيادة على الأرض الفاضية اللي هنا. عندنا أنواع الشير وأنواع الزرع، وهالزرع نقدر يعني حتى عندنا نعناع نستخدمه بالمطبخ، بس إن احنا نستفيد من هالزرع من ناحية الطبخ، بس بنفس الوقت نستفيد من ناحية الغبار، علشان إن الزرع قاعد تمسك الغبار أو تثبت الغبار اللي تحت بالقاع، وهم إن الشير قاعد تحمينا شوي من الغبار وقت العاصفة أو وقت شيء كذي، فإحنا ما نحس فيه كثر ما هو صج موجود بالهواء. يعني عندنا نافورة بالبيت وصج إن هي زينة، بس بنفس الوقت الماي يعني يمسك أو خلينا نقول إنه قاعد يشفط شوية الغبار. بس أهم شيء اللي راح تشوفونه بكل بيت كويتي تقريباً الشترات. هالشتر أهم شيء بالبيت، علشان هالشتر أكثر شيء يقدر يحميكم من الغبار. رغم المحاولات الجادة لا يمكن دائماً الإبقاء على الغبار خارج المنازل. العاصفة الرملية إذا دخلت وضربت المنازل وكذا وحد جاء الغبار، نقدر يعني تدخل بأي نسمة هواء بتدخل، لابد وتدخل، وجميع البرونك أزمة يحس فيها. لا تقتصر المسألة على الكويت، بلدان كثيرة حول العالم تشهد زيادة في استقبال المستشفيات لحالات تعاني من مشكلات التنفس. الصغار كما الكبار سواسية في المعاناة، إذ يمكن لتردي نوعية الهواء الذي يستنشقون أن يهدد حياة هؤلاء. مع بلوغ أعداد الوفيات المبكرة 7 ملايين شخص بسبب ما يحمله الهواء من خليط مركب من الملوثات، يكون الغبار القاتل الأول بين مسببات الوفاة من الأمراض غير المعدية والتي نسعى اليوم إلى مكافحتها. بالعودة إلى الكويت، يقوم فريق الدكتور الدوسري بجمع عينات الغبار من حوالي 50 موقعاً من المواقع المتفرقة عبر البلاد لتحليلها. فالغبار مادة محسوسة، ومكوناته الكيماوية والعضوية تتنوع وفقاً لمصادرها، ولهذا التنوع مدلولات على الآثار الصحية. يجري العلماء كافة أنواع الاختبارات، واحدة من هذه التقنيات المسمى جاما سبكترومتري تشخص الإشعاعات التي تحدث بصورة طبيعية جراء التدخل البشري. وقد وجدوا أن الغبار مركب شبه طبيعي، ولكنه يحتوي على مسحات إشعاعية يحدها التدخل البشري. تحدد أحجام جزيئات الغبار آثارها الصحية. يقوم العلماء الكويتيون بقياس مجموعة من الأحجام عبر دراسة انكسار الضوء لدى عبور شعاع الليزر العينة المدروسة. التسبب بمصاعب التنفس مرتبط مباشرة بحجم الجزيئات التي يحملها الغبار. 85 من الغبائر في الكويت يصل حجمها إلى 10 مايكرومترات، وهو القياس الذي عادة ما يسبب مشكلة في التنفس لدى مرضى الربو. عندما تستنشق الغبار تدخل معه الجزيئات ما دون 10 مايكرومترات والمسمى PM10، وتستقر في الرئتين، فينتج عن ذلك صعوبة في التنفس. حتى ولو كانت الجزيئات أصغر من ذلك من فئة PM2.5، فهي قادرة بدورها على الولوج مباشرة في مجاري الدورة الدموية. الجزيئات الصغيرة تتداخل مع التبادل الهوائي ضمن الرئتين لتسبب بدورها أمراض تنفس. يقوم العلماء والمؤسسات البحثية حول العالم باختبارات إضافية من أجل ضمها إلى الأبحاث التي تجري في الكويت أيضاً. كلير كوركهيل الاختصاصية في علم المعادن بجامعة شيفيلد في المملكة المتحدة تدير أحد المختبرات التي تتولى دراسة الأتربة وجزيئات الغبار. ما نشاهده الآن هو الغبار من خلال مجهر يقوم بعملية مسح للإلكترون، وهذه الصورة
تم تكبيرها 300 مرة، فإذن سلم القياس الذي نراه في الصورة هو 50 مايكرون عرضاً، وهذا يعني أن هذه الجزيئات صغيرة جداً في الواقع. لدينا هنا جزيئات فردية، ولكنها تعود وتتجمع في كتل كبيرة. العناصر الكيميائية أيضاً يمكن تحديدها بهذا المجهر. هذه إذن خريطة لتلك العناصر التي يحملها الغبار. سوف أقوم بفتحها لنلقي نظرة على كل منها على حدة. هذا هو النموذج الأصلي للغبار، والذي يظهر جزيئات فاقعة اللون هنا. هذه الجزيئات يمكن أن تكون رصاصاً، وهو معدن ثقيل ضمن هذا النموذج، بالإضافة إلى المغنيسيوم والكالسيوم وكميات قليلة من الحديد ضمن الخليط أيضاً. ويمكن أن نرى أن بعض هذه العناصر مترابطة بين بعضها البعض بشكل جيد. العثور على رصاص في عينة صغيرة كهذه قد يكون محض صدفة، إلا أن عدداً من العناصر الأخرى شائعة الوجود في الغبار. من خلال التقنيات الأخرى باستطاعة كلير أن تحدد أنواع المعادن التي تحتويها هذه العينة من الغبار. فالمعادن منسقة بدقة، ولكل منها آثاره المختلفة عن الآخر عند استنشاقها مع الهواء. إذن هذا نسق للتجزئة داخل عينة من الغبار، وقد تمكننا من تحديد 4 فئات، فهنا الجبس، ثم السولفات والكلس والكربونات، وأخيراً الكوارتز، بالإضافة إلى مكون يدعى الماسكوفايت الذي يشبه الطين. الكوارتز في الغبار قد يكون على شكل حبيبات صغيرة وحادة قادرة على تهييج الشعب الهوائية والمريء والبلعوم. الكوارتز وحده مسؤول عن استنفار خلايا الحساسية داخل الجهاز التنفسي. الألومنيوم والمغنيسيوم في الغبار يثيران حساسية المادة المخاطية في المجاري الهوائية العليا والسفلى. الغبار ليس خليطاً معدنياً صرفاً، فقد يلتصق بهذه الجزيئات بعض المواد العضوية من قبيل غبار الطلع والجسيمات الميكروسكوبية. وقد بينت الدراسات أن هذه المكونات العضوية قد تفاقم بمشاكل التنفس. عندما تخرج إلى الصحراء ترى الغبار والأتربة ولا ترى أثراً للنبات أو الأشجار أو الأعشاب البرية، لا شيء، فتظن أنها جنباء، لكنها ليست كذلك. حتى في أكثر المناطق الصحراوية قحطاً، فلو انحنيت لتلتقط رشة تراب سطحي فقد تجني معها ما بين 10,000 ومليار من الخلايا البكتيرية. من أفضل السبل لدراسة عواصف الغبار مراقبتها عن طريق الأقمار الصناعية التي تدور حول الكرة الأرضية. من الواضح أن الغبار خطر داهم، لذا هنالك حاجة ملحة لفهم سلوكيات عواصف الغبار لمساعدة الناس على التعامل مع آثارها. لم يتمكن الإنسان من فهم قوة تلك العواصف ومدى قدرتها على اجتياز المسافات قبل الحصول على صور الأقمار الصناعية. لدى وكالة ناسا أكثر من 20 قمراً صناعياً تراقب بشكل دائم ظواهر الطاقة والمياه ودورة الكربون، فمن خلال تلك الصور يمكننا الحصول على نظرة شاملة لسطح الأرض وما يتكون منه. مثلاً من الممكن مراقبة أنواع النباتات وكمياتها، أضف إلى ذلك معرفة كيفية ترطيب التربة عن طريق استخدام الموجات الكهرومغناطيسية الصغيرة. فعندما نعرف حال سطح الأرض نتعرف بشكل أفضل على قوة عواصف الغبار محتملة ومدتها ومواقعها. مركز جودارد الفضائي التابع لوكالة ناسا يعتبر أكبر منظمة عالمية لمراقبة الكرة الأرضية والنظام الشمسي والمجرات الكونية، ويعمل في هذا المركز أكثر من 10,000 موظف، بينهم 700 من المتفرغين لمراقبة الكرة الأرضية. واستناداً إلى المعلومات التي تجمعها الأقمار الاصطناعية في المركز، يقوم العلماء ببناء نموذج افتراضي على أجهزة الكمبيوتر يمكنهم من التحكم بالأوضاع الماضية والمستقبلية. أحد هؤلاء هو الدكتور بيتر كولاركو،
نموذج متحرك للنظام الأرضي نعمل على تفعيله هنا في ناسا. ما نقوم بتحفيزه في هذا النموذج هو توزيع جزيئات الهباء الجوي، فنرى ألوانا متفرقة تمثل الأنواع المختلفة والمصادر التي تنحدر منها. فاللون الأزرق مثلا الذي يرتكز غالبا في الحزام الجنوبي ينتج عن رذاذ البحر الذي ينفخ فيها الهواء فوق سطح المياه. أما اللون المائل إلى الخضرة فمصدره الدخان المنبعث في الجو من جراء مجموعة من الحرائق، وهو ينتقل عبر مسافات شاسعة. اللون المائل إلى البياض يتناسب مع الملوثات الناتجة عن الأنشطة البشرية من قبيل المصانع وعوادم السيارات. بالإمكان رؤية أماكن في الصين والساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وحتى أوروبا، حيث تنبعث تلك الملوثات وتعبر المسافات. أخيرا، الحمرة تعني العواصف، فما نراه في هذه الحال هي الآثار التي تتركها الرياح السطحية التي تعصف فوق منطقة غنية بالجزيئات التي يحملها الهواء. يتيح استخدام نماذج كهذه للعلماء فهم ما يجري في الفضاء المحيط بالكرة الأرضية. هناك برامج أخرى تعمل على جمع المعلومات الخاصة بتلك الجزيئات. الدكتور روبرت ليفي أحد العلماء الذين يعملون على ضبط سجل الهباء الجوي حول الأرض منذ زمن بعيد. هذه سلسلة من السجلات الزمنية التي حصل عليها القمر الاصطناعي موديسترا لبناء مجموعة مشاهدات للهباء الجوي، وهي تعمل عن طريق قيام الأقمار الاصطناعية بقياس الإشعاعات الضوئية التي يعكسها سطح الأرض، بحيث يمثل اللون البرتقالي الفاتح وجوداً مركزياً لجزيئات الهباء الجوي. هكذا يمكن تحديد المناطق الأكثر تركيزاً حول الكرة الأرضية كغبار أفريقيا وحرائق الأمازون. ما لا نحصل عليه من الأقمار الاصطناعية هو ما يتكون منه ذلك الهباء، أكان غباراً أم أصناف أخرى مثل الدخان أو انبعاثات التلوث. لكن ما يمكن استنتاجه خلال السنوات 15 الماضية هو أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصاعداً مضطرداً لتلك الظواهر. وتؤيد الدراسات التي تجريها وكالة ناسا ما يشاهده الناس على الأرض بأم العين. وهذه الدراسات يتم الاستعانة بها بصور عملية. تتقاسم وكالة ناسا تلك المعلومات مع مجموعات بحث أخرى تعمل على تطوير نظم إنذار مبكر لعواصف الغبار والعواصف الرملية. هذا البناء الذي كان يوماً كنيسة في مدينة برشلونة الإسبانية تحول اليوم إلى مركز عالمي للدراسات والأبحاث العلمية. يشغل كامل المساحة الداخلية للمركز كمبيوتر ضخم يعتمد عليه العلماء حول العالم. أحد مراكز العمل تلك يسعى إلى توقع عواصف الغبار، وفي هذه الحال عبر أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هناك مراكز أخرى في الصين واليابان وكوريا في منطقة آسيا، وجميعها تهدف إلى تنبيه الناس لقرب هبوب عاصفة غبار. يوفر مركز السوبر كمبيوتر في برشلونة المعلومات والتوقعات اليومية لعواصف الغبار والرمال عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. تلك التوقعات شبيهة بتوقعات الطقس والأمطار والرطوبة. بالإضافة إلى ذلك هناك نظم الرياح استناداً إلى فرضيات الأرصاد الجوية، فالغبار مرتبط مباشرة بالرياح، ونحن نستشرف التوقعات لثلاثة أيام مقبلة. هذه توقعات 72 ساعة من الأرصاد الجوية في مجموعة برشلونة على مدى ثلاثة أيام. مستويات التركيز العالية هي باللونين الأصفر والبني. وقد صحت توقعاته بعواصف غبارية في إيران، إلا أن الدقة والوضوح ما زالتا دون المستوى المرجو أو دون جودة توقعات الطقس. من المحتمل أن نتمكن مستقبلاً من تحقيق توقعات تقديرية، أي تقديم جملة توقعات لجملة مناطق بظروف كل منها وبدقة عالية، كما هو الواقع الحالي لتوقعات الطقس وتجمع الأمطار. فهنا نرى احتمالاً بنسبة 30% لهطول الأمطار في هذه المنطقة و70% هنا. إذن هذه هي الفكرة فيما يتعلق بعواصف الغبار مستقبلاً، خصوصاً تلك التي ينطوي توقعها على مصاعب من حيث تحديد المعايير الدقيقة.
في الواقع يتطلب توقع عاصفة الغبار فترة أكبر من عمل الكمبيوتر مقارنة بما تتطلبه توقعات الطقس. بفضل آلة كالتي خلفنا نتمكن من تحقيق أفضل توقعات عواصف الغبار. ليس ذلك فقط، بل أيضا أرشفة وإدارة قاعدة المعلومات التي نحصل عليها تباعا والتي يصل حجمها إلى عدة جيجا بايت يوميا. يدرك علماء مركز برشلونة ووكالة ناسا أن توقعاتهم قد تلقى المساعدة من المعلومات المستقاة موضعيا من البلدان المعنية. بالطبع نحتاج أيضا للحصول على معلومات من الميدان لمساعدتنا على تنقية الأمور كالخرائط التي تستخدم لتصنيف مصادر الغبار من خلال معلومات بشأن النباتات والاقتصادات المختلفة وكيف تؤثر بعض العناصر كمصادر الغبار. تعرقل الحرب عملية جمع المعلومات. الاقتتال الدائر في العراق وحديثا في سوريا زادا مشكلة عواصف الغبار سوءا، لأن طاقة الناس تستنفد في الوقاية من العنف وغريزة البقاء. المشكلة التي نواجهها في المنطقة هي النزاعات وعدم الاستقرار واستمرار العنف وأعمال الإرهاب، هذا ما يفاقم من الوضع. من المؤسف أن كثيراً من السيارات التي نتعقبها، خصوصاً التي يسيرها المتقاتلون في المناطق الصحراوية، تبعثر القشرة الأرضية الصحراوية وتسيء إليها. للأنشطة الحربية خصوصاً في العراق وسوريا أثر بالغ وعظيم، فقد وجدنا أن كميات كبيرة من النباتات دمرت، والمقصود هنا النباتات الأصيلة، وهذا ما يزيد من مصادر الغبار. لم تكن الحال كذلك في الماضي. إذا كانت لدينا عاصفة غبار هبت من مكان كسوريا والعراق مثلا، نجد أنها مختلفة جدا عن عاصفة مماثلة مصدرها مثلا عمان أو الإمارات العربية المتحدة. ففي العراق وسوريا مضت سنوات طويلة على نزاعات في كل منهما، لذا نجد مواد سامة وقد علقت بالغبار بعد أن تجمعت في شكل ترسبات فوق سطح الأرض. ينتقل الغبار عبر آلاف الكيلومترات جامعاً في طريقه ما يمكن وصفه بالإرث الكيماوي من معادن ثقيلة وملوثات، فيصبح الغبار بحد ذاته أشبه بنواة تستقطب الملوثات ويلتصق بعضها ببعض. وعندما ترتفع تلك العناصر في الجو تصبح جزءا من الهواء الذي تعاني مدن عديدة من رداءته. سجل فريق برشلونة ارتفاعا في مستويات الغبار عبر المنطقة برمتها بين عامي 2000 و2012. اللون الأزرق يبين أشهر الأمطار، فيما الأخضر يبين فترة الصيف. هذا يتبع مشاهدات العلماء بشأن زيادة درجات الحرارة في الشرق الأوسط على مدى 80 سنة، وخلال الفترة عينها سجل تراجع في منسوب الأمطار. حتى قبل اندلاع الحروب كانت هذه الظروف مضرة خصوصا بالنسبة للزراعة. هجر عدد من المزارعين أراضيهم خصوصا في سوريا وانتقلوا إلى المدن، فأصبحت تلك الأراضي جدباء خالية، وهذا ما ينتج تآكلا للتربة بفعل الرياح من المناطق التي كانت سابقا حقولا زراعية فأصبحت مكشوفة تحت وطأة الرياح. لم تكن سوريا مصدر غبار فيما مضى، وقد استحالت الآن مصدرا هائلا له. كذلك الأمر بالنسبة للمنطقة الواقعة بين جبل زاغروس ونهر دجلة، نجد كميات غبار كبيرة نتيجة الوسائل الحربية المتنوعة، فتحولت المزارع المجففة لمصادر هائلة للغبار من تلك المنطقة. عندما تجفف الأرض يمكن لأي نوع من أنواع الرياح خلال فترات الجفاف بعثرة جزيئات الغبار، فالناس في خوزستان يرزحون خلال ثلث العام تحت موجات الغبار، مما جعل العيش في تلك المنطقة غير مرض. تعتبر اليوم مدينة الأحواز في خوزستان جنوبية غرب إيران واحدة من أكثر المدن تلوثاً في الكرة الأرضية، والسبب وراء ذلك يعود جزئياً إلى الغبار الآتي من العراق،
لا تتقيد عواصف الغبار بالحدود الدولية. The marshlands in southern Iraq are adversely affecting our western southwestern. تؤثر أراضي منطقة الأهوار جنوبية العراق بمدننا الغربية والغربية الجنوبية مثل الأحواز والجزء الآخر مصدره مناطق أخرى في داخل البلاد تعاني بدورها من تآكل التربة. دأبنا أن نشهد زيادة مضطردة في هذه الأحداث بالإضافة إلى ارتفاع في شدة العواصف على مدى العقدين الماضيين، وبالتالي فهي لا تؤثر فقط في المدن الحدودية وحسب، بل أصبحت عواصف الغبار الآن قادرة على بلوغ العاصمة طهران. تعرضت طهران لهبوب عاصفة غبار هائلة في 2 حزيران يونيو عام 2014. قتل جراء ذلك 5 أشخاص وأصيب 30 آخرون، وقد ألغي عدد من رحلات الطيران ووقعت حوادث سير متفرقة، كما خيم على المدينة ظلام دامس. عندما يحدث ذلك في العاصمة يتوقف الناس لاستخلاص العبر، ولا يقتصر الضرر على الحياة الاجتماعية بل يتعداها إلى تكبيد الاقتصاد كلفة عالية نتيجة تلك الأحداث الكارثية. يحتسب الاقتصاديون كلفة عواصف الغبار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 12 مليار دولار أمريكي سنوياً، ومن هنا تأتي الحاجة لإيجاد الحلول. في طليعة تلك الحلول مواجهة آفة تصحر. في الكويت يجري فريق علي الدوسري تجارب على نباتات صحراوية أصيلة من أجل تثبيت التربة. هذه النباتات المتألفة مع الجفاف تتمتع بجذور عميقة وواسعة قادرة على منع الأتربة من التطاير. هذه منطقة العالية كانت تستخدم في استخراج الرمال والأتربة قبل أن تعمد الكويت إلى منع هذه الأنشطة عام 2003، وقد نتج عن رمي النفايات القضاء على النباتات، والآن أعيد تأهير المنطقة لاستصلاح النباتات الأصيلة فيها. قمنا بزرع 110,000 نبتة في المنطقة، فهي قادرة على التقاط الغبار والرمال، لم تكن موجودة من قبل، أما الآن فهذه الترسبات تتشكل من الغبار والرمال التي تحملها الريح، وهي تحتوي على أسمدة تصل نسبتها من المواد العضوية إلى 9%. هذه النبتة مثلاً يطلق عليها اسم كوردو فورثي، وهي فعالة جداً في التقاط الرمال. نبتة أخرى نراها هنا هي ليسيوم شاروي. الترسبات التي تتجمع حولها لم تكن هنا من قبل، فقد تمكنت إذن هذه النبتة من التقاط الرمال والغبار الريحي، كما بإمكانها الحد من الآثار السلبية للغبار. النباتات الأصيلة حل ناجع في الواقع، فلنأخذ مثال نبتة هالوسيلون ساليكورونيكوم. يمكنها السيطرة على 10 أمتار مكعبة من الغبار والرمال. هذه نبتة واحدة، فما بالك بآلاف النباتات. للمعلومات المستقاة من الأقمار الصناعية دور في تحسين وسائل إدارة المياه والتربة. في عام 2015 أطلقت وكالة ناسا قمراً صناعياً جديداً للمساعدة في تحديد مكان وزمان زراعة المحاصيل بدقة أكبر، فهو يقوم بقياس مستوى البلل في التربة مرة كل بضعة أيام. إذا تمكننا من تحديد كمية المياه في التربة السطحية، فمن شأن ذلك توقع مجيء الجفاف والفيضانات والتحكم بها. ما نراه هنا من ألوان حمراء وصفراء يمثل تكثف الأمطار، بينما البرتقالي والأزرق يمثلان تبدل رطوبة التربة مقارنة بالمستوى الوسطي. الأزرق يمثل المناطق الأكثر بللاً، فيما المناطق الأكثر سخونة أو الحمراء فهي المناطق الأكثر جفافاً. فإذا حصلنا على مشهد واضح لمستوى الرطوبة في التربة السطحية وتمكننا من تحسين فهمنا لمستوى الرطوبة الجوفية عند مستوى الجذور، سوف يشكل ذلك تحولاً مهماً. تأمل ناسا في توفير المعلومات اللازمة للمزارعين من أجل تطوير إدارة المزارع والحد من الحاجة للري.
إعادة تشجير المساحات والتوفير في استهلاك المياه اثنان من الحلول المنشودة للحد من آفة التصحر. ورغم التعاون الدولي، ما زالت دول مثل العراق تعاني في سبيل الالتزام بتعهداتها. يستحيل عمليا تشجير وزرع النباتات والأعشاب في هذه المناطق التي تعتبر الأشد جفافا وإنتاجا للغبار، وهذا ما يدعو إلى القلق، حيث يستحيل تطبيق تلك البرامج في المستقبل. بالنسبة للذين يعيشون في مناطق عواصف الغبار، يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تساعدهم. اليوم يمكن الاطلاع على توقعات العواصف الغبارية عبر شبكة الإنترنت من أي مكان. هذه التوقعات من موقع الإنترنت الخاص ببرشلونة، وهي جزء من منظومة عالمية للإنذار المبكر، وتحدث بشكل يومي. الموقع يوفر الخرائط التي تتضمن تفاصيل حول مناطق تركيز الغبائر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولو قربنا النظر حول سوريا ومناطق جنوب إيران نرى غبارا مركزا. اللون الأصفر يظهر مستويات التركيز العالية، والبني يمثل مناطق يفوق فيها تركيز الغبار على المستويات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. هكذا يمكن مشاهدة ما يجري ساعة بساعة طوال 72 ساعة. أصبحت التوقعات المستقبلية أكثر دقة. مستقبلاً ستصبح قادرة على مساعدة المؤسسات كالمدارس وخدمات الطوارئ لتسهيل التخطيط. ومع توفر الإنذارات الوافية، يمكن للمصابين بالربو اختيار البقاء في منازلهم. آلاف السنين مضت على هبوب الغبار حول الكرة الأرضية، لكن المفارقة أن الغبار ليس دائماً مصدر ضرر لنا. لعواصف الغبار التي تهب حول الكوكب منافع عدة، فبعض الأثربة والطين في جزر الكاريبي أتت من شمال إفريقيا، قد مكنت قبائل الهنود التي سبقت الاستيطان الكولومبي من صناعة الأواني بالصلصال الذي لولا انتقاله بواسطة الرياح وتجمعه في التربة لما وجدته هنا. يحتوي الغبار أيضاً على أسمدة مغذية للنباتات. بعض الغابات الاستوائية تستقي غذائها من شمال إفريقيا عندما تحملها منها الغبائر خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية. الأمر ذاته ينسحب على آسيا، حيث يحمل الغبار المقويات النباتية إلى غابات شمال جزيرة هاواي الاستوائية وتحافظ عليها. فهناك بعض النتائج الإيجابية. عندما ننظر في السجل الجيولوجي، نبحث في المعلومات المتعلقة بالطبقات الجليدية، فنرى أن الصقيع وتجمع الجليد يحد من تدفق المياه حول الكرة الأرضية، وتصبح مساحات إضافية من الأراضي مكشوفة خلال العصور الجليدية، وبالتالي يصبح هناك المزيد من الغبار. لكن الوضع حاليا أقل مما كان عليه في الماضي السحيق، فعندما تزيد حرارة الكوكب يذوب جليد القطبين فتجري المياه وتتراجع كميات الغبار. الصورة معقدة. للغبار آثار مختلفة في أوقات مختلفة ومواقع مختلفة. بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، يتحرر العلماء في المقلب الثاني من العالم عن آثار الغبار الصحراوي عبر المحيط الأطلسي خلال أشهر الصيف. في الولايات المتحدة يدرس فريق الدكتورة إيرين ليب ما إذا كان للغبار أثر إيجابي أم سلبي على الجزر المرجانية مقابل سواحل فلوريدا. الغبار الذي نراه جنوب فلوريدا مصدره منطقة الصحراء الأفريقية، حيث تشكل الفترة بين شهري تموز يوليو وآب أغسطس ذروة ظواهر الغبار. في المعتاد يبدو الأمر أشبه بيوم ضبابي، ومن لا يعرف أنه في الواقع غبار أو لا يبحث عن وجوده في الهواء يقول إنه يوم ضبابي، ولكن بالإمكان تحديد ذلك خصوصا إذا كنا نقوم بجمع الهباء الجوي بمصافي الهواء. كل صيف يعود العلماء إلى الجزر المرجانية عينها لدراسة سلامتها، وقد لاحظ هؤلاء تبدلاً مقلقاً. يستند اقتصاد سواحل فلوريدا بشكل شبه كلي على صحة الجزر المرجانية، إن من الناحية التجارية أو صيد الأسماك السياحي، إذ يخرج الصيادون إلى تلك الجزر التي تتجمع عندها الأسماك، أو لناحية رياضات الغطس
وما تتطلبه من صفاء المناظر البحرية. رأينا تراجعاً كبيراً في نمو الجزر المرجانية خلال 20 عاماً الماضية. لابد أن للغبار علاقة بهذا التراجع. نجمع عينات متنوعة من المياه بقوارير من تحت سطح الماء لتحليلها بطرق متعددة. نكررها ثم نعيد الكرة لكميات أكبر ونعيد تكريرها مرات عديدة حتى تتبقى لدينا كميات قليلة يمكن استخدامها وتركيزها للتعرف على الأغذية وآثار المعادن والميكروبات التي تتضمنها. إننا نبحث عن مجموعة أشياء، عن متغيرات في التكوين الكيميائي للمياه، كما نبحث عن كميات آثار المعادن فيها، خصوصاً الحديد الذي يحد من منافع المياه البحرية. الغبار الصحراوي يحتوي الحديد، وهذا الحديد يسبب تكاثراً مفاجئاً للتجمعات البكتيرية. فالفريق يريد معرفة ما إذا كان ذلك يسهم في تدهور حالة المرجانية. فلوريدا كانت دائماً حاضرة في الأخبار للإعلان عن عواصف الغبار الصحراوي وعن فترات غروب الشمس الخلابة التي تصاحبت في مخيلتي بتلك العواصف. وهذا برأيي من السلبيات التي لا يفكر فيها الناس هناك بالضرورة، لأنهم يستمتعون بمناظر رائعة. يقوم العلم بدور في تسهيل فهم وتوقع عواصف الغبار وتجنبها. هذه المعرفة لابد من ترجمتها إلى استراتيجيات وسياسات ناجعة. نحن قادرون بشكل جيد على تطوير التكنولوجيا وإطلاق الأقمار الاصطناعية وغيرها، لكن عندما تصل المسألة إلى وضع السياسات اللازمة نتصرف بشكل غبي. نصبح بلهاء عاجزين عن فهم الحقائق على الأرض، أو أننا لا نهتم بالنتائج بعيدة المدى لسياساتنا. من الواضح جداً أن علينا أن نواجه مسألة التصحر على المستوى المحلي. هناك مسائل بسيطة كزراعة الأشجار واستخدام سليم لمياه الري والتأكد من وجود قشرة نباتية للحيلولة دون تشكل الهباء الجوي. الغبار بطبيعة الحال ظاهرة طبيعية وهو موجود على الدوام، وفي ظروف معينة لا يمكننا فعل الكثير حيال عواصف الغبار، إلا أنه يمكننا فعل الكثير لتثبيت التربة والحفاظ على الأراضي. في الولايات المتحدة ما زالوا يعانون من عواصف الغبار التي قد تحمل نتائج إيجابية، فبعض الأمريكيين يحسنون استخدام الأراضي ولديهم ممارسات جيدة في إدارتها. يجب أن تنتقل تلك الممارسات إلى منطقة الشرق الأوسط. هذه مشكلة عابرة لحدود الدول وتحتاج إلى معالجة دولية متعددة الأطراف. يتوجب على دول المنطقة أن تسعى من أجل حل تلك المشكلة. عواصف الغبار تشكل جزءاً من مشكلة بيئية أشمل. قد تتوقف الحروب والنزاعات في المنطقة، ولكن حدوث ذلك لا يعني بالضرورة أن المشاكل البيئية سوف تزول.